السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم طلابي الأعزاء مع المحاضرة الثالثة والأخيرة لشابتر الانترودكشن تو دنتال اناتومي. ومعادنا النهاردة مع الاناتوميكال لاند مارك اوف تيس. يلا بينا نبدأ المحاضرة، يلا اتفضلوا. We will talk now about the anatomical landmarks of teeth. And the anatomical landmarks of teeth is divided into two categories. Number one, the elevated landmarks, and then number two, the debased landmarks. نشوف كده. This is the occlusal surface of mandibular second molar. While the elevated landmark is demarcated by the black arrow, and the depressed landmark is demarcated by the red arrow. نبدأ نتكلم دلوقتي على elevated landmarks. وأول حاجة loop. What is the definition of loop? Loop is one of the primary center of calcification and the growth formed during the development of the tooth. لما تيجي السنة بتتكون من أربعة أو خمسة لوبز، واللوبز دول بيبقوا soft tissue. Soft tissue هو بيكون جزء من السنة، and these loops communicate together to form the tooth at the finishing the tooth development. Mature form of the loop are cusp, mammillon, and cingulum. وهنعرف الكلام ده كله إن شاء الله النهاردة. تاني حاجة هنتكلم عن حاجة اسمها mammillon. Mammillon is a small rounded elevation. عددهم ثلاثة. Located on the incisor ridge of newly erupted permanent incisor only. هنشوف في الصورة كده. اللي هو عليه الأسهم الثلاثة دول. طيب مهم قوي، لو احنا قلنا الديفينيشن مرة تانية هتلاقي فيه أربع نقط في الديفينيشن لازم تبقى عارفهم. One of three هما تلاتة. Small rounded elevation located on the incisor ridge، أدي تاني حاجة. Of newly erupted، أسنان لسه طالعة جديد. Permanent incisors only، يعني الديسيدوس مش موجود فيها. وادي حالة مانديبولار تيس باينة قوي في البيرمننت انسايزورز المامولون. باي تايم ديو تو فريكشن اوف ايتنج، احنا بناكل بيحصل اتريشن تو ذيس مامولون، والانسايزر بيكم انسايزر ريدج، هيبقى سموز انسايزر ريدج في الاخر. طيب تعالوا نشوف دي انتيريور تيس، الصور اللي قدامنا ديت حاجة اسمها سينجلوم. What is the definition of cingulum? The large round elevation fill the cervical third of lingual surface of anterior teeth. يعني كل cervical third، احنا خلاص عرفنا يعني ايه cervical third of lingual surface of anterior teeth. موجود فين؟ موجود في البيرمننت اند deciduous incisors، وموجود في البيرمننت اند deciduous canine. احنا معانا الصورتين اهو، صورة canine وصورة انسايزر. ادي سينجلم اوف كناين وادي سينجلم اوف انسايزر. نيجي للفاكهة الكبيرة بتاعت الكراون اليفيشنز اللي هي القصب. القصب ده في غاية الأهمية. What is the definition of قصب؟ القصب is an elevation of various size and shape، يعني مرتفع وكويس جدا. موجود فين؟ قصب denotes the mature form of loop، ده احنا عارفين الكلام دوت من الصفحة اللي فاتت. تالت حاجة دول قصبهم of maxillary molar، وده قصب of mandibular canine أو canine عامة. السايت بيبقى موجود على ال occlusal surface of posterior teeth وعلى ال incisor third of canine، عشان كده احنا حطينا الصورتين دول. القصب بيبقى بيراميدال ان شيب. بيراميدال ستراكشر هاز فور سيرفيسز اند فور ريدجز. ستراكشر اوف ذا قصب. قصب از كومبوزد اوف انامل
dentine and have a bulb horn. طب what is the number of the cusps؟ هذه شوية سنانة هي حطيناها وهنشوف the classification of teeth according to cusp number. Number one, one cusp اللي هو canine اللي احنا شايفينه على اليسار. Two cusp اللي هو premolars اللي احنا شايفينه في المنتصف. في premolar واحد بيبقى ليه 3 cusp وفي maxillary third molar ممكن يبقى ليه 3 cusp. في 4 cusp ومعظم المولرز بيبقوا 4 cusp ما عدا المانديبولار بيرمننت فيرست مولر والمانديبولار ديسيد والسكند مولر دول بيبقوا 5 كاسب. نشوف كده ادي كاسب اوف كاناين وده بري مولر ويز تو كاسبس وده مانديبولار فيرست بيرمننت مولر ويز 5 كاسبس. Three cusps at the buccal side and two cusps at the lingual side. خلصنا كده الكاسبس ندخل على what is the definition of tubercle. Small elevation on the crown surface result from excessive formation of enamel. Increase formation of enamel at any area of the crown will form the tubercle. وأشهرهم بقى التيوبركل موجود على first maxillary permanent molar اللي احنا شايفينه باللون الأحمر دوت وكمان على second maxillary deciduous molar ان هما توأم. This tubercle termed cusp of Carabelli. الراجل اللي اكتشفها اسمه كارابيلي فاتسمت باسمه. ادي deciduous وادي على lingual side there is a cusp of Carabelli. What is the differences between tubercle and the cusp? The cusp is composed of enamel, dentine, and the bulb horn, whereas the tubercle is composed of only enamel. وده مهم جدا جدا المعلومة ديت. ندخل على crown elevation مهم جدا 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 وهو ridges. What's the meaning of ridges? Ridges is a linear elevation on the crown at any area all over the crown وبيبقى موجود عدد كتير جدا عشان كده احنا هنقسمه نعمل classification of ridges according to according to location هنسميه according للمكان اللي هو موجود فيه. Number one labial ridge. Labial ridge دوت ايه؟ ده ridge extend vertically لو احنا شفنا الصورة كده extend vertically from the cervical ridge to the cusp tip of canine. موجود هتلاقي لونه أصفر شوية في منتصف الكراون اللي هو دوت. لما تقول لي ريج تقول لي ده مكانه بيوجد في أنهي أسنان فتقول لي labial surface of canine ان هيبقى فيه حاجات تانية زيه وشبيهة بيه بس موجودة على posterior teeth. canine ده part of anterior teeth. تاني ridge lingual ridge وبرضو ده موجود برضو في القناين دوت ridge extend vertically from cingulum to cusp tip عشان كده احنا سمينا lingual لانه موجود على lingual surface. لو احنا نشوف صورته كده اهي وادي lingual ridge. في سيرفايكال ريدج ده موجود على كل الأسنان extend at the cervical third of
labial and buccal surfaces. عشان كده احنا سميناه cervical third of facial surfaces of all teeth. لو احنا شايفينه في الصورة كده هتلاقيه موجود، ادي السيرفايكال ريجيون. يبقى الايه؟ This surface is the labial surface. Cervical ridge more developed on deciduous teeth. ودي خلي بالك دي مسار سؤال في MCQ. نكمل الريجز، نكمل الريجز. هنلاقي في buccal ridge هو نفسه labial ridge ولكنه within the premolars، within the posterior teeth. يبقى it is a ridge extend vertically from cervical ridge to cusp tip of premolars. مكانه فين؟ هنقول برضو buccal surface of premolars. في proximal marginal ridge احنا هنحط صور كلها مع بعض في الشريحة اللي جاية، ان في ridges موجودة ما دام قلنا proximal يبقى موجودة mesial and distal، وبالتالي هنلاقي فيه mesial marginal ridge and distal marginal ridge. لو هي على posterior teeth هيبقى mesial marginal ridge and distal marginal ridge found within the occlusal surface. لو هي في anterior teeth هيبقى في mesial marginal ridge و distal marginal ridge within the lingual surface. دي anterior teeth اهي وادي posterior teeth. نيجي للريدج نمبر 6 اللي هو incisal ridge. incisal ridge ده مهم جدا، اللي هو incisal edge of incisors، اللي هو اللي احنا بنقطع بيه الاكل لما نيجي ناكل ساندويتش. it is a ridge found at the incisal margin of anterior teeth. more common incisors ولكن الكناين برضو بيسمى incisal margin of anterior teeth. By time incisor ridge can term the incisor ridge or by friction and attrition of the incisal surface the incisor ridge may be transformed into incisal edge. يتحول يبقى more sharp. احنا بنتكلم على القصبس قلنا القصب ليه 4 surfaces and 4 ridges، وبالتالي يبقى في ريجز بتسمى according للقصب نفسه فبنسميها قصب ريج. قصب ريج دوت ريج اكستند فروم ذا قصب تيب، واحد towards middle side and واحد towards distal side، وده هنشوفه ان شاء الله في الصورة. تعالوا نشوف كده شوية صور كده ونشوف شوية الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها كده على الصورة. ادي نمرة واحد، لو انتوا قلت عليه تقولوا نمرة واحد ده سينجلم، والسيرفس اللي انا شايفه دوت ده لينجوال سيرفس اوف ماكسيلاري انسايزر، والصورة اللي تحت دي لينجوال سيرفس اوف ماكسيلاري كناين، وادي سينجلم. يبقى ايه اول حاجة السنجلم، تاني حاجة في ادي ديستال مارجنال ريدج وادي ميزيال مارجنال ريدج، وبرضو هنلاقيه ديستال مارجنال ريدج وميزيال مارجنال ريدج، وبعد كده هنلاقي الانسايزال ريدج. اللي هو داود كده عشان تبقى انت عارفين مكانهم فين. وبعد الانسايزر ريدج هنلاقي قصب ريدج اللي هو ادي ميزيال قصب ريدج نمرة اربعة، وادي ديستال قصب ريدج نمرة خمسة اهو، ولا نمرة خمسة ده لينجوال ريدج. يبقى ميزيال قصب ريدج اللي هو نمرة اربعة ده
وديستال كاس بريدج اللي هو امامه في الجانب الاخر، وده موجود في الاسنان اللي فيها كاسبس بس اللي هي كناين بري مولرز اند مولرز. طب احنا كده خلصنا شوية ريجس according to the site. نشوف types اخر of ridges according to shape. هنلاقي في ريج عامل زي التريانجل، شكله عامل تريانجل فبنسميه triangular ridge. triangular ridge ده بقى ايه؟ ridge extend from cusp tip toward the center of the occlusal surface of posterior teeth. وهنشوفه في الصورة دلوقتي. It's named triangular. ليه؟ Because the slope of each side of the ridge are inclined to resemble two sides of triangle. بيبقى شكله عامل زي التريانجل وهو نازل من الأوكلوزال من القصب تيب to the occlusal. ودوت هو نازل من القصب تيب to the occlusal، ففي بعض الناس بيسموه ايه؟ بيسموه occlusal ridge. يعني انت ممكن تقول عليه triangular ridge وممكن تقول عليه occlusal ridge. طيب في ridge extend from two cusps، يعني buccal cusp and this ridge come to the lingual cusp، يعني واخد السنة البريمولرز from buccal to lingual side، ودوت سميناه هو transversely cut the tooth and determined transverse ridge. ده موجود في البريمولرز، واكتر واحد موجود فيه هو mandibular first premolars. المفروض ان احنا هنعرف او ان احنا ذكرنا المسميات ديت، وهنشوف شكله دلوقتي. ده ايه؟ union of two triangular ridges of buccal and lingual cusp. يعني buccal cusp ليه triangular ridge نازل ناحية ال center of the occlusal، واللينجوال ليه triangular ridge نازل ناحية ال center of the occlusal، والاتنين عملوا connection with each other to form the transverse ridge. وهنلاقي ridge شبهه connected على المجزيلاري first permanent molar بس ده مايل فسميناه oblique ridge. ومكانه فين؟ زي تاني في المجزيلاري مولرز. مدام في المجزيلاري مولرز وهو مايل، يبقى المجزيلاري مولرز ليه فور كاسبس، يبقى هناخد واحد كاسب ناحية الميزيال وناحية اللينجوال، والكاسب التاني اللي هيبقى كونكتد معاه ناحية الديستال والباكل، يبقى ميزيو لينجوال كاسب ويز ديستو باكل كاسب. يبقى ريزلت فروم ايه؟ يونيون of two triangular ridges of mesiolingual cusp and these two lingual cusp. طب تعال نشوف كده شوية رسومات لأوكلوزال سيرفس. ده أوكلوزال سيرفس و بري مولر وده تريانجولار ريج اللي نازل من القصب تيب. ده مانديبولار بري مولرز هتلاقي فيه ترانسفيرس ريدج اهو، وده المجزيلاري مولرز هتلاقي فيه الاوبليك ريدج اهو. هو الاوبليك ريدج ماشي اوبليكلي كده. خلصنا الليفيتد لاند ماركس. لو تحبوا ان احنا نراجعهم سوا، اتكلمنا على لوب، واللوب دوت في حقيقة الامر هو مش elevated landmark، ولكنه اللوب هو عبارة عن ال center of growth of the tooth. وكل سنة، خلي بالك عشان ده سؤال مهم جدا في الـ MCQ، بتحتوي على 4 لوب ما عدا mandibular second premolar بتحتوي على 5 لوب. كل الأسنان بتتعمل من 4 لوب، مانديبولار سكند بريمولر وممكن مانديبولار فيرست بيرمننت مولر، يبقى 5 لوب. بعد اللوب اتكلمنا على ماميلون، وقلنا ماميلون ده 3 اليفيشنز موجودين ات ذا انسايزال ثيرد اوف
newly erupted permanent incisors، وبعد منه قلنا اتكلمنا على سينجلم، وبعد منه اتكلمنا على قزب، وبعد قزب اتكلمنا على تيوبريكل، وفي الاخر اتكلمنا على ريجز. طب نيجي نشوف بقى الدبريسد لاند مارك. هي دي يعني ما فيهاش كلام كتير وسهله وجميله. الدبريسد لاند ماركس اول حاجه هنشوفها ديفلوبمنتال جروف. عشان نعرف يعني ايه ديفلوبمنتال جروف هنقول ان اللوبز بتعمل الاسنان، كل لوب فورم ذا بارت اوف ذا توث سيبريتلي اند ات ذا فينيشينج اريا ذيس تو لوبز او ايتش تو لوبز فيوز توجذر. ذا فيوجن فورم ا ديبريسد اريا ذيس ديبريسد اريا اوف فيوجن تيرمد ديفلوبمنتال جروف. يبقى اول حاجه ديفلوبمنتال جروف. طب نقول ديفينيشن بتاعها تاني. Developmental groove is a linear depression found on the occlusal surface and may extend labially, vocally, lingually or mesially. يعني بيمتد في اتجاهات كتير. What is the origin? It is a line of fusion of primary lobes. طيب the types of developmental groove. في developmental groove هيبقى واخد السنة من أولها لأخرها بنسميه central developmental groove. في developmental groove extend to the buccal side بنسميه buccal developmental groove. في developmental groove extend to the lingual side بنسميه lingual developmental groove. في developmental groove extend للميزيال area وده بنسميه ميزيال developmental groove، وده موجود بس في maxillary first premolar. خلي بالك لان دي برضه مسار سؤال ام اس كيو. في labial developmental groove ده comes from incisal to labial surface وده بيبقى very shallow. طب تعالوا نشوفهم كده في الصورة. ادي central developmental groove اهو، واهو لونه ابيض. ده كل ده اسمه central developmental groove. وبعد كده هنلاقي في buccal developmental groove اللي هو باللون الاحمر، وفي lingual developmental groove اللي هو باللون الاحمر على الناحية الاخرى. السنة دي نضيفة خالص وما فيهاش اي مشاكل، وده line of fusion of loops together. طب لو ما حصلش الفيوجن هتلاقي زي ما انت شايف بقى في الصورة دي، لو ده developmental groove بتاعنا اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، هتلاقي في grooves صغيرة extend from this developmental groove and this groove is termed supplemental groove. نقول الديفينيشن بتاعها دي shallow linear depression زي نفس definition of developmental groove ولكن not result from fusion of loops. لا ده هي عبارة عن جروفز طالعة زيادة زي اللي باللون الأحمر دي أو. وهكذا. This groove branched from developmental groove. This groove زي ما قلنا من شوية don't represent the union between loops. اللوبز عملت الديفلوبمنتال جروف وخلاص. بيبقى موجود فين بقى أكتر؟ لأن أنت عشان تعرف بقى لما يبقى في ديفلوبمنتال جروف كتير دي بتزود فرصة إن هذه السنة يحصل لها تسوس. تبقى أكتر في السرد مولر. وموجودة برضو في ماكزيلاري سكند بريمولر. اخر جزئيه بقى هناخدها اللي هي الفيشر. احنا عارفين ان developmental groove it is the line of meeting of two loops او point of union of two loops. لو جال انامل في المنطقه ديت وما حصلوش union يعني حصل incomplete union of developmental groove. اما يحصل incomplete union يحصل ايه؟ يحصل cleft.
This cleft are termed fissures. A fissure is a deep linear cleft on the occlusal or buccal surface found in the bottom of developmental groove. يعني developmental groove معمول فعلا ولكن آخر جزئية من الإنامل ما التحمتش مع بعض. يبقى دي ناتج عن إيه؟ incomplete union of enamel. clinical significance الفيشر دوت أسهل حتة أو أسهل منطقة في السنة بيحصل لها تسوس. most common area for processing of dental caries. وهي نفس السنة ديت اللي لونه أسود دوت ده فيشر اللي هو دوت. بص السنة النظيفة بقى اللي هي مكتملة دي incomplete union ودي complete union. بص شكلها عامل ازاي. دي ما تسوسي ودي تسوس بسرعة وبسهولة. اخر حاجة سلكس ودي احنا دايما كلنا بنختلف فيها ومش بنبقى فاهمينها. دي long tent shaped depression passing between the cusp tips of the occlusal surface of posterior teeth. لو احنا جبنا ورقة كده حطيناها على القصب تيب في الـ occlusal surface of posterior teeth هنلاقي there is space between الورقة and the tooth surface of the occlusal. This space is termed sulcus. السلكس دوت او السبيس دوت اللي الاكل بيدخل فيه عشان نمضغه ويخرج ونروح مرجعينه باللسان تاني ويحصل له مضغ اخر وهكذا. ندخل على الحاجات اللي درسناها دلوقتي في الديبريسد لاند مارك كلها لينير زي ديفلوبمنتال جروف وسبلمنتال جروف وفيشر. طيب ندرس بقى حاجات اللي هي شكلها راوند اور تريانجل. تريانجل اول حاجه فصه دي عباره عن راوند اور تريانجل تريانجولار شالو ديبريشن ودي انواع كتير بقى. يبقى ايه الفصه؟ عباره عن ميتنج اوف يونيون اوف 3 لوبز توجذر 3 اور مور. في سنترال فصه اليونيون بتوين 3 or 4 loops together ودي موجودة على central part of occlusal surface of molars and second mandibular premolar. نقدر نشوفها كده. أيوة الدايرة اللي لونها أصفر دي. طب هنلاقي كمان في mesial and distal triangular فصة. دي الفصة اللي موجودة beside the mesial marginal ridge and distal marginal ridge ونلاقيها شكلها تريانجل على هذا الأساس في نفس المكان ده بالظبط. دي mesial marginal ridge ودي distal marginal ridge. هتيجي تقول لي أنت عرفت منين إن دي mesial ودي distal؟ دايما الميزيال بتاع أي سنة بيبقى عرضه باكولينجوالي كبير عن الديستال. يعني السنان حجمها بيقل from anterior to posterior area. يبقى احنا قلنا الدايرة ديت البيضاوية ديت سنترال فصة وتريانجل اريا ديت ميزيال اند ديستال تريانجولار فصة. في فصة تاني بقى موجودة في الانسايزرز احنا هنسميها لينجوال فصة. موجودة في الانسايزر بس؟ لا ده موجودة في الانسايزر وفي القناين ابر او لور. القناين في لينجوال ريدج في المنتصف وبالتالي بقى فيه اتنين لينجوال فصة. انما السنترال انسايزر واللاترال انسايزر هاز وان فصة اونلي. ادي اتنين فصة هم ده قناين وادي لينجوال فصة للانسايزرز. احنا شفنا الرسمة دي من شوية وقلنا البيضاوي اللي في المنتصف دوت سنترال فصة and this triangular shape is the mesial and the distal triangular فصة. inside each فصة there is a bit point beam point depression. نشوفها كده اهي تبقى في بيت كده موجودة والبيت ديت اللي هي incomplete union of enamel
والبيت ديت مع الفيشر اللي اتكلمنا عليه في المرة اللي فاتت بيبقوا فريق واحد لإحداث تسوس في السنة، والتسوس دوت هو الأشهر من نوعه، والتسوس ده بنسميه بيت أند فيشر كانس. طب موجود فين البيت ده؟ موجود على الأوكلوزال سيرفيس أوف بوستيريور تيس واللينجوال سيرفيس أوف أنتيريور تيس، كومنلي ماكسيلاري بيرمننت لاترال انسايزر. وده سؤال بيجي في الام اس كيو تقريبا كل سنه. السنه اللي يبقى فيها بيت تبقى مور لايبل تو كيرز، واكتر سنه في الانتيريور تيس يحصل لها لايبل تو كيرز ماكسيلاري لاترال انسايزر، ماكسيلاري لاترال بيرمننت انسايزرز، نتيجه ان في لينجوال بيت فيها. ولو احنا عندنا صوره دلوقتي هنشوفها، ادي الميزيال بيت وادي الديستال بيت، ادي اللينجوال بيت اوف ماكسيلاري لاترال انسايزر اللي هي النقطه السمراء اللي جوه اللينجوال فوس. ادي باكل بيت، دي موجوده على الباكل سيرفيس اوف مولرز، ودي سهلة جدا وبتسوز بسهولة جدا جدا. ادي فيشر كمان حصل له تسويس، وانت شايف كده في بيت وفي فيشر في ده فيرست بيرمننت مولر، والبيت اند فيشر دوت سميناه بيت اند فيشر كيرز. خلصت المحاضرة، والمحاضرة الانترودكشن تو دنتال اناتومي دي انا بعتبرها اهم محاضرة في الترم كله لمادة الدنتال اناتومي. وخلوا بالكم ان هي محاضرة واحدة، احنا قسمناها على 3 اجزاء علشان خاطر نبقى مركزين وفاهمين كويس، ولازم نخرج من المحاضرة دي كلها حافظين كل اللي احنا خدناه، لان احنا ده هنطبقه في المحاضرات اللي جاية. كل سنة هناخدها لوحديها، وهناخد الحاجات اللي درسناها في الانترودكشن دوت جوه كل سنة، فالمفروض ان احنا مش هننسى ولا كلمة من الكلام دوت. في النهاية نشكركم على حسن الاستماع، واشكركم على الاهتمام بمادة الدنتال اناتومي ومحاضرة الانترودكشن تو دنتال اناتومي، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.